حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن عبيد سنوط أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس بن قهد وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار حسن يحيى بن إسحاق قال أخبرنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خولة قالت: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره فيه شيء حتى يرتحل منه". حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن خوله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك